السلام عليكم، انا صوفيا عبيد، مبادره القراءه الجامعيه لينيسياتيف دو ليكتور بورتوس. اولا قبل ما نبدا كنبغي نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد باش ما تنسوش ان شاء الله. وثانيا كنبغي نشكركم بزاف على ردود الفعل ديالكم بالنسبه للفيديو الاولى، على التشجيعات ديالكم اللي هي جد محفزه، وكذلك لي كريتيك ديالكم اللي كتعاوننا باش نطوروا باش نمشيو من الحسن للاحسن. باش نبدا، اذا المره اللي فاتت قدمت لكم كتاب ديال كاتب برازيلي على بيت الكتب ديالو سي دي بستلر، مشهور بزاف وكلشي. اليوم غادي نبدلو شويه الوجهه وغادي نقدم لكم كاتب مغربي. فبما ان احنا في هذه المبادره ديالنا كنشجعوا القراءه في المغرب، من الطبيعي اننا نشجعوا كذلك الكتاب ديالنا المغاربه ونعطيهم حقهم ونقراو ليهم. وكذلك غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. الكاتب اللي انا نقدم لكم هو كاتب ديجا معروف بزاف لا في المغرب لا في فرنسا واوروبا كلها، وكتبته مترجمه بلغات اوروبيه عديده. هذا الكاتب اللي نقدم لكم اليوم هو دريس شرايبي، والكتاب هي لا سيفيليزاسيون ما مير. الوغ انا شخصيا ما كنتش كنقرا الكتب المغاربه كاع بزاف، واحد صديق نصحني باش نقرا هذا الكتاب بالضبط وتفاجات بشكل جميل بزاف. اول حاجه فاجاتني هو المستوى ديال الكتابه باللغه الفرنسيه. فهاد الكتاب بعدا دريس شرايبي كتب احسن بزاف الكتاب الفرنسيين في الاصل، يعني اللي بغى يطور اللغه ديالو، اللي بغى يعني يدوز لواحد المستوى اعلى لواحد لا فيتيس سوبيريور، كنصحو بهذا الكتاب. يعني غادي يتقن اللغه ديالو مزيان، مكتوبه بواحد الرقه بواحد لافليديتي اللي زوينه بزاف، والقصه رائعه غادي تعجبنا كلنا، وهي قريبه لينا حنايا، غادي تكون قريب لينا حنا قلوبنا كمغاربه. شنو كيعاود هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو دريس شرايبي والاخت نجيب كيعاودوا القصه الام ديالهم. الام ديالهم اللي هي ام في المغرب ديال الثلاثينات، يعني ام جاهله ما كتعرف لا تقرا لا تكتب، مازال متجبده بالتقاليد ديالها، كتعيش في وسط قالب من الخرائف والشعوذه، مراه فوالي ما كتخرجش من دارها، الدور ديالها كيقتصر على انها تربي ولادها وتهتم بالمنزل ديالها. هاد الام ديالهم هادي غادي تكتشف مظاهر الحضاره، غادي يدخل الضو للدار، غادي تكتشف الراديو، الحداده الالكترونيه، الفرن الالكتروني، يعني الماكينه ديال الحوايج الالكترونيه، وهاد غادي تبدا يعني تتماشى مع المخضيات العصر. ولادها اللي كيقدروها بزاف، وغادي يعلموا لها تكتب، غادي يعلموا لها تقرا، غادي يخرجوها من المنزل وغادي تكتشف العالم الخارجي اللي هو عالم شبه مجهول ليها. غادي تولي منفتحه على الافكار ديالها، غتولي كتدافع على الافكار ديالها، غادي تخلق هاد الام حركات للمطالبه بالاستقلال، غادي تولي كدير احتجاجات في الزنقه، يعني غادي تحفز الدور ديال كل مراه مغربيه في ديك الوقيته. الو من خلال تطور الام ديال هاد الشرايبي في الكتاب، وهي كيعكس تطور المراه المغربيه بشكل يعني عام من ثلاثينيات القرن ديالنا 21، التطور اللي عرفته المراه المغربيه وبذلك المجتمع المغربي ديالنا ككل. انا كنصحكم بهذا الكتاب، متاكده غادي يعجبكم 100%، غير ما غادي يعجبكم انا متاكده. رحنا رمضان، بغي انكم تستغلوا الايام الطويله باش تصليو وتقراو القران، وتخصصوا 30 دقيقه ديالكم للقراءه ديال شي كتاب. حنا ما كنفرضوش عليكم مكتوبه، حنا راه كنعطيوكم يعني واحد النبذه باش تسرعوا في القرايه. الناس اللي باغيين يقراو ما عارفينش شنو يقراو، حنا كنعطيو المات. اما الناس اللي ديجا كيقراو كلهم يكملوا يقراو داكشي اللي كيقراو، حنا ما كنفرضوش نفرض عليكم. كذلك ما نقول لكم ان هذا الكتاب هذا ما كاينش اون فورمات بي دي اف للاسف، على لو دو دوتور هادي شي حاجه ماشي خايبه بالعكس، ولكن موجود في جميع المكاتب بالثمن ديالو ما بين 50 درهم حتى 60 درهم، هذا ماكسيموم، ولكن الابيض هو 50 درهم، وعند لي بوكينيست كيدير 20 درهم. فهو موجود بزاف فين ما مشيتو غادي تلقاه. انا عارفني كندعوكم باش تخليو معكم هذا الكتاب، الا كنتو خارجين ما يعني نزيتي با حلوه، قراوه في اماكن عموميه، ما تبقاوش تحشموا من لف انكم غادي تحلوا كتاب، حنا مزال كنحشموا من هادشي فهمت علاش. قراو في النقل العمومي، يعني الطوبيس تراموي تران، انا عارفه ان الظروف في هاد الوسائل النقل ماشي ديما كتكون في صالحنا باش نقراو، ولكن كل ما تتاح لنا الفرصه نقراوه، نجذبوا الناس لينا، نوريهم ان راه حنا كنقراو، ان كاين ناس كيقراو في المغرب.
وانا متاكده غادي يديروا نفس الشيء باش نمشيو كيف كنقول ديما مغرب قارئ او ماروك تشيلي. فوالا كنتمنى لكم مره اخرى رمضان مبارك سعيد. قراو بزاف وبارطاجيو هاد لا فيديو عاوتاني باش يعني باش ماكسيموم الناس يتعرفوا على هاد الكتاب اللي كيستحق اننا نتعرفوا عليه. حتى المكتب زوين عجبني بغيت فريمون بارطاجيه معكم. كنشكركم بزاف على يعني المجهودات اللي كديروا معايا في الانيشيتيف وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد او نون ديال كامل هاد الانيشيتيف. شكرا. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's